اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع تشديد الإجراءات على الأبواب ومنع المصلين من الدخول. كما قام المستوطنون بأداء طقوس تلمودية في داخل باحات المسجد. وأكدت المصادر المحلية الفلسطينية أن قوات الاحتلال رفضت السماح للطلاب بالدخول إلى مدارس رياض الأقصى الموجودة داخل باحات المسجد. من جانب آخر، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 90 شهيداً.